خليني يعني في الختام أخ باسم، يعني أنت ابتديت من يوحنا 6، من أنا هو خبز الحياة إلى أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان. شو الرسالة اللي عاوز توصلها للمشاهد من خلال كل هذه الأقوال اللي قالها الرب يسوع؟ الرسالة اللي بحب أقولها أن المسيح مصدر لكل شيء مبارك في حياتنا، من غيره مش ممكن تتمتع بأي شيء من الأشياء السبعة. فهو المصدر الوحيد للشبع والاكتفاء، المصدر الوحيد للنور، المصدر الوحيد للخلاص، المصدر الوحيد للبذل والعطاء، المصدر الوحيد للقيامة والحياة، المصدر الوحيد للمصالحة مع الآب، كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، ثم المصدر الوحيد للثمر. تعال تعرف على المسيح، شخص حلو، لما تيجي تعرف عليه هتحصل وتنال وتتمتع بجميع هذه البركات.